عدنا لكم اعزائي المشاهدين. نفسي اعمل كده جدا وانا صغير، احمل كده بالاخبار وعارفه صوت الورق ده يعني. خش خش ماشي، خليني اركز. يلا عدنا لكم في ال... استني بقى اخش على هو مع اهم الاخبار. بيعملوا كده ويقفلوا حواجبهم جنب. صراحة ماشي، دي الاسئله الفانز سالنا على wikis.com. واول سؤال من جوجو محمد. جوجو بقى يعني مش قادر اقول لكم عامله شغل قد ايه على البيج بجد يا جوجو، غير جوجو الزملكاويه طبعا، وغير هدى هات وخد، وغير منى فوق وتحت، يعني كل دول بنات مختلفين ما شاء الله عليهم. بتقول جوجو محمد: كريم ديم ديم ديم، احلى وابدع اسكندراني حبيب قلبي، قول اسمي بصوت عالي جوجو محمد، جوجو محمد، علشان البنات اللي في البيج يتفرسوا دايما ان شاء الله، يتفرسوا دايما ان شاء الله، يعني مش يتفرسوا مره واحده، دايما يتفرسوا ان شاء الله. ساره علام بتقول: كريم احنا بنحبك قوي قوي وانت عارف ده، وربنا يوفقك، يعني بتعايرينا يا ساره وربنا يوفقك. وسؤالي ليك: انت بتاكل ايه عشان تبقى زي القمر كده؟ بص يا ساره، احنا ممكن نعمل برنامج طبخ في الاخبار برضه ولا عادي؟ انت هاتي بيضتين، بيضه فيها كتكوت وبيضه من غير كتكوت، وهاتي معلقتين ملح، معلقه من بحر مش كده، ومعلقه بقى من لا والله باكل زي الناس عادي جدا. انا باكل ده، انا باكل اكل زباله ساعات على فكره، باكل، احب اكل في الشارع جدا، عارف عربيات الكبده بقى بتبقى من ايوه على تيجي بقى ازاله ويشيلوا العربيه، انا بقى الراجل ده واقف عنده على طول والله العظيم. اكل يعني بحب بقى الاكل البيتي جدا، فلو اي يوم الناس كلها يعني الدنيا كلها عارفه دلوقتي ان انا محشي ومنبار، باجي البيت على طول، فابعت لي العنوان وعينه من الاكل وانا هناك. زينب حسن بتقول: كيمو انت ما تعرف جمهورك في السعوديه قد ايه؟ والله زينب انا ما اعرفش، لكن سمعت والحمد لله رب العالمين، يعني بجد يعني وصلني محمد عبد الله نفسه، يعني جمهور السعوديه الحمد لله رب العالمين، يعني بجد معدي قد ايش واحنا معاك. حلوه ايش دي، قد ايش واحنا معاك للاخر. استني بتاع معاك يا زينب، زينب حسن. والنبي عندي طلب، ابعت حاجه لنسمه الغلبانه اللي كل شويه جايبه في سيرتك، والى الامام يا بطل. والله يا زينب على فكره بقى، الحاجه اللي بجد اكسكلوسيف ليكو والويكي ده عشان الناس ما تعرفهاش، انا بعت لنسمه ورد، بعت دباديب، بعت غيارات، بعت ما فيش حاجه ما خليتهاش ما بعتش، وما فيش حاجه بتخش، يعني بتفرج انا على يومين ما فيش حاجه بتخش. بس نسومه حبيبه قلبي يعني، وان شاء الله مامتها لما تكلمها يعني بكلم اطمن على مامتها على طول، تتكلم تقول لهم ان انا يعني بسال عليهم على طول، وان انا حاولت ابعت لها حاجات، واهم حاجه فيهم يعني كان الجواب وما وصلش. ريد ايمي، ايمي الحمر، ماشي يا ايمي ماشي. حبيب قلبي كريم ربنا معاك، انا عايز اسالك انت لسه بتلعب رياضه كل يوم وبتتغدى كويس؟ هوب علامه استفهام. بليز خلي بالك من صحتك لانها بتهم كل حبايبك، ربنا يحفظك يا حبيبي وينجحك يا رب. حبيبه قلبي يا ريد ايمي، والله يا ايمي انا بلعب رياضه اقل زي ما انتم شايفين، انا ربربت شويه وبفلصت على فكره من قله الكارديو والسبورت، بس الموضوع بقى بتغذى كويس، فانا مش قادر اقول لك الناس في مصر مش ما بتبصوش، يعني بتعرف والله العظيم، بس لما بفتكر اكل يعني. برنسس افطار كريم، والليه مش في الميم على فكره، ليه عارفه اللي هي كده بنقطتين تحت، غير برضو في ديزاين جامد مصروف على الكومنت دي جامد. امتى هتنور دبي؟ والنبي قولوا لي، قولوا لي والنبي قولوا لي، علشان بجد نفسي اشوفك، وماما جننتني. مالها ماما عليك؟ قول لي اقول لها امتى يجي بقى. حلو على فكره، قول لي اقول لها امتى يجي بقى، علشان كلنا هنا بنعشقك بجد. ويا بختك عشان دخلت قلب ماما، بحبك موت. ربنا يخليكي اثار، وسلميني عليكي وعلى ماما وعلى بابا وعلى جد محمد فان سحر، واحلى والله ينفع مذيع على فكره، يعني تحسي كده الاذاعه في اي حته. نسمه رمضان بتقول، ونسمه باتنين اس يعني، نسمه رمضان: كيمو عاوز اسالك، انت شفت الفيديو بتاع كريستينو جيلبرت؟ هو ده فيديو اتساب يعني؟ نسيت الفيديو ومسكتي. شفت، والمقدة يعني. انت شفت الفيديو بتاع كريستينو جيلبرت لما كانوا بيتكلموا عليك؟ ولو شفته كان ايه ردة فعلك؟ كنت بلطو
وكمان مين اللي بجد بتحبهم هناك من قلبك؟ نسمة رمضان. بص يا نسمة، الفيديو انا كنت طبعا شفت الفيديو الاولاني تمام، وخدت الصدمة ومسكت، عملت كده وانت شايف يعني وخلاص. خدت بقى الفيديو الثاني، حسيت ان انا قلبي انشرح يعني، عارفه حسيت ان انا لسه عارفه من تاكلي بقى اكله تقيله ووراها طبق مهلبيه على طول، فتنبطي كده في الموقف. انا حسيت ان انا والله العظيم، بص يا نسمه، خلينا نتكلم بجد. القصه كلها وما فيها ان انا الناس دي انا بثق فيهم جدا وبحبهم جدا، وبجد يعني ما استخسرتش اي نصيحه ولا كلمه حلوه ولا يعني حد عايشه معاك بيت واحد وكده تبقى اخويا. فمش قادر اقول لك قد ايه صدمتي وقد ايه زعلت وقد ايه اتضايقت، واتضايقت اكتر يعني. الكلام بس ما كانش عليا، كان على ناس كويسه جدا ومحترمه جدا، سواء محمد رحمه او سواء محمد عبد الله، سواء ياسمين، لاميا، ليان، يعني عيب. بس يعني دي اول حاجه جت في مخي، عيب بس والله العظيم.